انه بقى عندنا مراكز للاصلاح والتاهيل بدلا عن فكره وجود سجون عموميه. هذه الخطوه لاي مدى هي مهمه، ولاي مدى هي قادره انها بالفعل تنتج لنا مواطنين، تنتج للمجتمع مواطنين قادرين على احداث تغيير وان هم يكون ليهم دور فاعل وايجابي في المجتمع؟ بالتاكيد احنا قدام تجربه مصريه حقيقيه في ان احنا ازاي يبقى عندنا فلسفه عقبيه جديده تتماشى مع معايير حقوق الانسان. المعايير العالميه لحقوق الانسان هي معايير موضوع لكل دول العالم، كل دوله بتطبقها على حسب قوانينها الداخليه وعلى حسب ظروفها الاجتماعيه. في مصر كان في انتقادات كتير اتوجهت لسنوات طويله لمساله السجون. الدراما المصريه يمكن كمان يعني ادت صوره صعبه للسجون المصريه. لكن مع الوقت كان في تغيير وبدات يبقى يحصل في شكل من اشكال الفلسفه العقابيه الجديده اللي بدات تظهر في مصر تتماشى مع التوجه نحو الجمهوريه الجديده وفكره ان يبقى الانسان هو محور الجمهوريه الجديده دي. الانسان المصري يعيش واقع مختلف وبيعيش في زمن مختلف، الزمن ده بيفرض على اي جمهوريه واي دوله جديده عشان تعيش في يعني جوده حياه جيده انه يبقى الانسان سواء جوه يعني في حياته العاديه او محتجز الاثنين يعني بيتلقوا نفس المعايير للحياه. مصر تبنت فكره الفرصه الثانيه، بمعنى انه من حق السجين انه لما يخرج يبقى عنده فرصه ثانيه في الحياه، ما يبقاش موصوم وما يبقاش طول الوقت يعني عنده مشكله في يعاقب حياته مرتين كمان. بالظبط. يبقى انت كده يعني كان بيخش الاول يبقى في ظروف غير آدمية، يخرج عنده نفس المشاكل، بيعيش في مجتمع بيشوفه مجرم فبيكمل في الإجرام، فده بيعمل لك مشكلة اجتماعية. لكن انت النهاردة قدرتي تحولي المشهد ده لمشهد مختلف، الإنسان عنده فرصة تانية، يقدر يتعلم حرفة زي ما بنشوف، يعيش حياة آدمية جيدة، حتى جودة الحياة وفكرة الحياة الكريمة بنشوفها زي ما هي موجودة بره موجودة كمان في أماكن الاحتجاز، لأنه الجميع مصريين من هو في الخارج أو من هو محتجز. فمصر اتعاملت بتساوي بينهم كلهم، مش بس بتطبق المعايير الدوليه اللي بتتكلم على انه يبقى في درجه من درجات الرعايه والعنايه وغيره في داخل اماكن الاحتجاز، ولكن كمان اتعاملت على انه المصري في اي مكان من حقه انه يعيش حياه كريمه. فبدات تطبق ده وبدات تنفذه في المشهد اللي شفناه سواء في مدينه بدر في مركز الاصلاح والتاهيل. حتى فكره تغيير المصطلح، يعني ما عادش اسمه سجن، بقى اسمه مركز الاصلاح والتاهيل. معنى الكلام ده انه هذا الشخص تم معاقبته، هذا العقاب مؤقت بمده محدده، لما هيخش المركز الاصلاح والتاهيل بيتم اصلاحه وتاهيله بشكل مختلف عن السبب اللي دخل بيه، فيخرج مواطن تاني مختلف يقدر يشارك مره اخرى في بناء وطنه والمحافظه عليه. اللي بيتفرج ممكن يقول يعني ما سجن زي اي سجن، الراجل قاعد خلف القضبان وقاعد في زنزانته محجوز سواء كان في السجن او في مركز اصلاح او مركز تاهيل. ايه المختلف؟ ما هو الراجل عمل جنايه واتسجن وهيبقى محبوس وما فيش حريه ومش موجود بره لمده السنين اللي حكم عليه بيها القاضي. يعني هيحصل له ايه في مركز الاصلاح والتاهيل المختلف عن ما كان بيحصل له في السجن؟ في الاحتجاز في مشهدين، المشهد السجون التقليديه القديمه اللي كان بيبقى فيها ربما بعض مشاهد الحياه غير الادميه، ودي كانت بتبقى مؤثره وكانت يعني سبب من اسباب الانتقادات اللي كانت بتوجه لمصر في تقارير دوليه كثيره. النهارده مركز الاصلاح والتاهيل انت بتتكلم هنا على مشهد مختلف تماما، بتتكلم على شخص عنده فرصه انه يشتغل وبيشتغل عشان يمكن نفسه اقتصاديا ويساعد عيلته اللي بره داخل، فانت هنا داخل مركز الاصلاح بالظبط كده، فانت هنا بتساعده وبتساعد اسرته اللي موجوده بره اللي هي برضه هتبقى محتاجاه وهيبقى عندها مشكله اقتصاديه بسبب وجوده في الاحتجاز. فانت هنا بتعالج الامر داخل الاحتجاز، مكان الاحتجاز داخل مركز الاصلاح والتاهيل، وايضا خارجه في منزل هذا المواطن. فبالتالي انت هنا بتخلي المجتمع بيمشي في اطاره الصحيح، انه ما تعملش مشكله اجتماعيه بسبب انه موجود في مكان احتجاز بينفذ عقوبه، وفي نفس الوقت بتدي فرصه لاسرته وهو لنفسه انه اذا كان دخل في سرقه او دخل في اي جريمه ممكن تكون بسيطه يقدر انه يحصل على مهنه تانيه، يتعلم حرفه تانيه، يمارس مهنه تانيه، يخرج خارج السجن يبقى عنده فرصه وبيبقى عنده يعني سابقه خبره، انه بقى عنده خبره في العمل ده فيقدر انه يمارسه تاني بره، وتبقى يعني السبب اللي دخل بيه ما يخشش بيه تاني. انت مش عايز يخش بتعدد جرائم، انت عايزه
يتأهل مرة واحدة ما يبقاش في إعادة إفراز للجريمة. بالظبط كده، ما يبقاش في جرائم ويبقى عندك طول الوقت مشاكل اجتماعية بسبب هذه الجرائم وتعددها وانتشارها. يعني مع أنه هذا الشخص بيبقى عنده أسرة، في هذه الأسرة بتبقى موجودة في مجتمع بشكل معين، هذا المجتمع يؤثر على أطفاله ويبقى الأب مجرم والأبناء أيضا. فأنت هنا بتقفل المسألة دي وبتاخد المجتمع المصري في منطقة تانية خالص، اللي هي فيها الاهتمام بفكرة الإنسان نفسه، وأن أنت الإنسان طالما يعني نفذ العقوبة بتاعته خلاص الموضوع انتهى. كررها تاني، لا، هنا بقى المسألة بتبقى مختلفة، في تعامل مختلف معاه في المجتمع وحتى في أماكن الاحتكاز.